هذه ثاني تظاهرة تتم بالتنسيق الدولي، وهذا من أجل تنفيذ أيضا استراتيجية وطنية ذات بعد دولي، وهو دعم انخراط هذه الفئة ليس فقط في الأسواق الوطنية ولكن في الأسواق الدولية. ونثق كثيرا في قدرات ومؤهلات هذه الفئة، ونحن في مثابرة دائمة لدعم هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع جميع القطاعات وبالتنسيق مع المجتمع المدني وكذلك الأجهزة الدولية.